بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعفته الغر الهداة الميامين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. أذاعت اليوم الفضائية العراقية ببغداد، تلفزيون الفضائية العراقية ببغداد، أن 10 ملايين زائر اجتمعوا في كربلاء المقدسة. أود من هذا المكان، من أطهر بقعة بجوار الحسين، أسأل الملك عبد الله السعودي والرئيس المصري حسني مبارك والرئيس السوري بشار الأسد ورؤساء الدول العربية: هل حصل في تاريخ مصر أو تاريخ السعودية أو تاريخ سوريا أو تاريخ أي بلد عربي أو إسلامي أن اجتمع 10 ملايين مسلم لإقامة شعائر الله وتعظيم شعائر الله؟ لبيك يا حسين. نعم، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. حسين. نعم. حسين. نعم. حسين. 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 اسمع يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله، تسمع، تسمع أصوات شيعتك وزوارك، هؤلاء الذين وضعوا أكفهم على أيديهم قربانا لك يا أبا عبد الله. 10 ملايين فيهم الأطفال، فيهم الشيوخ، فيهم نساء يحملن أطفالهن الرضع على أيديهم. فليخسأ الزرقاوي، فليخسأ المكفرون، فليخسأ الوهابيون، فليخسأ صدام وأتباع صدام، وليعش الحسين، وليعش أبو عبد الله الحسين. ومرة أخرى، أبد والله ما ننسى حسينا، 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 أبد والله ما ننسى حسينا. أود أمام هذه الجماهير المليونية أسأل جزيرة فضائية الجزيرة، فضائية العربية، بقية الفضائيات، أسألهم: يموت طير في أندونيسيا أو في السويد، قنواتهم تذكر طيرا واحدا مات بأنفلونزا الطيور، ولكن هذا الحدث العظيم اللي ليس له مثيل لا في تاريخ الإسلام لا في تاريخ المسيحية ولا في تاريخ أي بلد، 10 ملايين، أين فضائياتهم؟ أين فضائيتهم؟ أين وسائل الإعلام؟ أين العرب؟ أين الأنظمة العربية؟ أين الأنظمة الإسلامية؟ نعم، هؤلاء أنصار الحسين. هذا نور الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. هنا أيها الإخوة المؤمنون، أود أن أنقل لكم رسالة من أبي عبد الله الحسين. في زيارة 40 اليوم قرأتم وتقرؤون غدا أن من أسباب شهادة الحسين، من أسباب ثورة الحسين،
الإمام الباقر يقول: ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. نعم، الحسين استشهد حتى ينقذ الناس من الجهالة، يخلصهم من الضلالة. ورسالتكم يا زوار الحسين، يا من اجتمعتم أيها الجماهير المليونية، إذا أردتم سرور الحسين، وإذا أردتم رضا الحسين ورضا جده وأبيه، فثقفوا أنفسكم بثقافة الحسين. اقرأوا كتب الشيعة، اقرأوا كتاب بحار الأنوار، اقرأوا كتاب المراجعات، اقرأوا كتاب أصل الشيعة وأصولها، اقرأوا كتاب وسائل الشيعة، اقرأوا كتاب مستدرك وسائل الشيعة. ثم أطلب منكم يا زوار الحسين، إذا رجعتم إلى محافظاتكم، إلى بغداد، إلى النجف الأشرف، إلى الحلة، إلى الناصرية، إلى أي مكان، اسألوا وزارة التربية، اسألوا وزارة التعليم العالي، لماذا لا يدخلون مناهج أهل البيت في الكتب المدرسية؟ لماذا كتب المدرسية إلى الآن تكرر ما كرره صدام حسين؟ لماذا سقافة بني أمية؟ لماذا أولادنا وبناتنا وشبابنا، شباب الشيعة، يفرض عليهم في المدارس الحكومية، في الجامعات، في المؤسسات الرسمية أن يعظموا بني أمية، أن يعظموا معاوية؟ لماذا؟ يجب في هذا المكان أن تأخذوا رسالة الحسين معكم إلى وزير التربية، إلى رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء، إلى وزير التعليم العالي. أفرضوا عليهم بالمظاهرات، بالكتابة في المجلات، في الجرائد، برفع صوتكم، أن يغيروا ويحسنوا مناهج المدارس الرسمية، يدخلوا مناهج أهل البيت، يذكروا بدل عن يذكر عن أبي هريرة، يذكروا عن قال الصادق وعن قول الباقر وعن كلمات أمير المؤمنين وعن نهج البلاغة وعن فضائل الإمام المهدي المنتظر عجل الله ترى عدا فرجه. هذه رسالة الحسين. إذا أردتم أن تكونوا حقيقة من زوار الحسين، إذا أردتم أن تكونوا من أنصار الحسين، إذا أردتم أن يكون الحسين يأخذ بيدكم إلى الجنة، فاعملوا على هذا الهدف، اعملوا على أن تبلغوا رسالة الحسين إلى العالم، حتى ينتشر صوت الحسين إلى مصر، إلى سوريا، إلى السعودية، إلى أمريكا، إلى إسبانيا، إلى مشارق الدنيا ومغاربها. هذا الاجتماع ليس له مثيل من تاريخ، وأنا الآن على أعتاب 80 من عمري، منذ أيام الطفولة ما أذكر لا والله وحق الحسين، ما أذكر أن اجتماعا مليونيا عشرة ملايين منذ أن خلق الله كربلاء. هذه من بركات هذه السنة. فليخسع الزرقاوي، فليخسع أتباع صدام حسين الذين استعملوا وسائل القمع، استعملوا الإرهاب، استعملوا السجون والتعذيب والاعتقال والإعدام والشنق والصلب، استعملوها حتى يطفئوا هذا النور. ولكن شاء الله أن يتم هذا النور. ولقد قال سيدتنا زينب لزين العابدين يوم 11 من المحرم، قالت: يا ابن أخي، ولتجتهدن أئمة الكفر، من أمثال الزرقاوي وأتباعه، ولتجتهدن أئمة الكفر وأتباع الضلالة في تطميس هذا النور، فلا يزداد إلا علوا وأمره إلا ظهورا. مرة أخرى أريد أن تصيحوا صيحة تهزون الجدران، تهزون الحيطان، وتصيحون جميعا: لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. مرة أخرى، مرة أخرى، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. اسمعوا يا حكام، اسمعوا يا حكام الدول العربية،
اسمعوا يا حكام الحكومات العربية، اسمعوا يا حكام المسلمين، اسمع يا أوروبا، اسمع يا جورج بوش، اسمع يا أمريكا، اسمع يا روسيا، اسمع يا إسرائيل الغاصبة الظالمة، اسمعوا يا أبناء العالم، نحن أنصار الحسين، 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 نحن أنصار الحسين. هنيئا لكم، إن شاء الله أنتم من أنصار الحسين في الدنيا وفي الآخرة. قطرات من الدموع، قطرات من الدموع، قطرات من الدموع، ما أرد أطول، مواكب العزاء تنتظر. قطرات من الدموع نسكب هذه الليلة على هذا الغريب، على هذا العظيم، على هذا المولى الذي جاءت أخته زينب من سفرة الشام، وقعت عينها على قبره الطاهر. وقبل أن تصل القافلة إلى مشارف العراق، التفتت مولاتنا زينب إلى حاد الضعن وهي تقول: يا حاد الضعن مر بقبر والينا. بارك الله فيكم. يا حاد الضعن، يا حاد الضعن مر بقبر والينا، والينا ورد راس الولي بالجن يحاجينا. وويلاه، نصل قبره، نصل قبره ونداوج روح لبجسمي، نضل يمه ونخضب وجوهنا بدمه. مدري مدري للمدينة مشي، يضل يمي مروحا والعدم تشمت بينا. وويلاه، يا ويلي يا ويلي، لاح قبر حسين لعيوني، يا ويلي لاح قبر حسين لعيوني. يا هلنا للمدينة مشوا وخلوني، أخاف لن بني هاشم ينشدوني، شقولا للي يقول حسينكم وين. من لاح القبر، من لاح القبر سحت دموع العين، وصاحت ويا القلب ذاك قبر حسين، صاحت ويا القلبي ذاك قبر حسين، جسمه بالقبر والراس مدري وين، براس الرمح ظل مدة يبارينه. وويلاه، بنات رسول الله رمينا بأنفسهن على تلك القبور، كل واحدة من الأطفال احتضنت قبرا من القبور، لفن لفن يم القبر ودموع تهمي، وزينب صارخة وتصيح يا ابن أمي، وسكنة تندب العباس يا عمي، من ذل اليسار لقبوركم جيانه. الآن كلكم ويا زينب. التفت الزينب إلى المحاضرين في كربلاء وهي تقول: يا نازل نبي كربلاء هل عندكم، وياي وياي، يا نازل نبي كربلاء هل عندكم خبر بقت لنا وما أعلامها، ما حال جثة ميت في أرضكم، بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، اللهم اجعلنا من أنصار الحسين.
اللهم اكتبنا في زوار الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم اهلك ودمر اعداء الحسين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق شملهم، اللهم انزل عليهم اللعنة تنزيلا، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم ادخلنا الجنة ببركة الحسين، اللهم اغفر بالحسين ذنوبنا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، اللهم ارزقنا حكومة اسلامية، اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله، وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه كلكم في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع